السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن ديمون هانتر فاير بيلد في بات 2.04. السكلات اللي استخدمها انتانجلينج شوت جاستس سيرفد رونز فاير لان البيلد فاير. بعد الانتانجلينج شوت استخدمها لان في الباسيف عندي انكريز دامج اجينست سلو انيميز باي 20، فاستخدمها عقبها اكملها بالسكلات الثانية السكندري والكلاستر. عندك السكندري استخدم تشاكرام تون تشاكرام فاير بعد رونز. عندك هني اليوتيليتي يعتبر على السكلات اليوتيليتي اللي هو البت، بس البت يعطيني مستخدم الولف كامبينيون يعطيني 30% انكريز دامج على 10 في 10 سكند. عندك الفولت، الفولت على سبب اني اتحرك امشي بسرعه. مختار التمبل عثبت اني اقدر استخدم السكيل مرتين من دون ما اصرف ديسبلين. بعدين عندك الفينجنس، فينجنس انا مستخدم البيرسونال رونز بس لان هي فاير بعد تعطيني 150 وابن دامج ايتش از فاير، بس اقدر استخدم بعد السيث. ليش؟ لان اذا انا مثلا عندي مشكلة في الهيترد او ان يعني مش هي مشكلة تعتبر، ان انا ما اقدر اذبح الوحش الاليت في 3 ضربات لان هي 40 هيتر تاخذ من عندك في 3 ضربات. لو ما اقدر اذبحها فبستخدم هاي، لو اقدر اذبحها خلاص بستخدم الثانية هاي. هذا رأي. عندك بعدين الباسف، الباسف الاولى كول ذا ويك خبرتكم ليش استخدمها. عندك الامبوش 40% اديشنال دامج تو انمي ابوف 75، هاي استخدمها على سبت انه يزيد الدمج 40% على الوحش. يعني مثلا اليت بتضربه وايد الاليت، ف 40% بداية 25% من الاتش بي ماله بتكون وايد اوكي. الارشري واحدة من افضل الباسف للديمون هانتر. انا عندي كروس بو يعتمد على شو عندك من الاسلحة. عندي كروس بو 50% كريتيكال هيد دامج، شارب شوتينج هاي تزيد الكريتيكال فانت بتشوف عندك دمج عالي في وعقبها بيستولها ريست. يعني this bonus is reset 1 second after you successfully critical hit، يعني بعد ما تضربه ب1 second، يعني ممكن تضرب ضربتين تلحق فيهم. فالبلد بيكون عبارة عن يعني الكومبو اللي استخدمه، بستخدم الولف بعدين بستخدم الفينجنس بعدين بستخدم هاي مع الشاكرام، يعني بيكون ميكس. لأن لو تلاحظون هني كم عندي 125، ثلاث من الكلاستر. الكلاستر ما استخدمها الا حق اليت، نفس الشيء الفينجنس حق اليت، والباقي الوحوش يعني مثلا كلاستر مره تستخدمها حق وحوش عندهم اتش بي عالي. يعني هني لو استخدمت ثلاثة بقدر استخدم الشاكرام بعد وراها. فيعني هي تعتبر بعد هي تضرب دامج، تضرب 440 ويبن دامج از فاير. انت تشوفون 220 لان كل وحدة منهن تضرب 220، فهن يضربن اصلا في نفس الوقت في يعني في منطقة يضربن، يعني هني في النص يضربن 440 بس كل وحدة تضرب 220. اغلبية الوحوش يعني انا اوقف عنهم بعيد يعني فاضربهم. يعني بعد شوي برويكم Always wanting to fight some of these. Not enough hatred. Hatred is too low. Thank you.
his back. Thank you.